الأسئلة في إما عن طريق الجمعيات أو مؤسسات أو كيانات أخرى عشان نقدر نحد من التفتيت في إطار الجمعيات. والبنك الأهلي هيكون بدراسة كل عميل، هيبقى وزارة الرأي بتكون بدور المنقح للمتقدمين والشروط بتاعة تقديمهم وتقدم هذه الملفات إلى البنك، والبنك بيكون بدراسة ائتمانية لكل مقترض أو لكل مؤسسة، وبنمنح القرض إما في إطار مبادرة البنك المركزي اللي هي بسعر 2.5% لو انطبقت عليها الشروط، أو في إطار التمويل المعتاد من خلال البنك.